بقول الارقام، خلينا نتحدث عن الارقام. وجود اوكي 101 هدف عليه، 23 هدف في الدوري، ولكن لو تشوف كل مبارياته في الموسم حتى في التعادلات وخسارته من العين دائما يسجل تعادلاته ايجابيه، واذا خسر مباراه، يمكن مباراه العين هو يسجل، يعني يبين لك ان القوه الهجوميه وكذلك حتى في المستوى الدفاعي. هذه الارقام لما تصير عمل جهاز فني اكيد من مدرب، بالاضافه الى مدرب اللياقه البدنيه. لما نقول اي فريق في بعض المباريات الهلال يقول لك يعطي اي فريق منافس له الشوط الاول يقول لك خذ راحتك كثر ما تقدر، اذا تكون لك الافضليه سجل علي، ولكن انا عندي الشوط الثاني وعندي اللياقه البدنيه ان يخليني التركيز الذهني جدا عالي، وانت راح تنزل في اللياقه البدنيه وراح اخذ راحتي في اللعب دائما. اوكي يعني في بعض الفترات هو اللي استحوذ وهو يسيطر. لما نقول الهلال هذا الموسم استثنائي، مع ان الهلال في كل المواسم ينافس على جميع البطولات ونجوم، ولكن هذا الموسم موسم استثنائي بجانب جوده اللاعبين، شخصيه المدرب، واعتقد اللي ساعد ان شخصيه المدرب وخيسوس وجود سعود كاريري ومحمد شلهوب كلاعبين دوليين في الجهاز الفني يعطي اكثر يعني مساعده لخيسوس. في بعض المباريات انا اشوف خيسوس يعني ترى النجم مهما يكون، حتى اللي يكون في افضل حالاته لما يتم تبديله ترى شيء طبيعي، ترى هذا اللاعب يعني انت تتعامل معه اكثر من نفسيه، لاعب عصبي، لاعب هادي، لاعب مثلا انفعالي. ما شفت ولا لاعب، يمكن حتى يمكن توقعنا ان ميشايل يمكن يسوي مشكله على دكه البدله، ما شاهدت ولا لاعب يتذمر بسبب شخصيه هذا المدرب ومع الاشخاص اللي معاه في الجهاز الفني اللي ساعدوه. صراحه انا اشوف ان الكل في تركيز عالي، جوده كبيره، عوده سالم الدوسري من الاصابه وسجل هدف، مالكم يعني انا اشوف ان الارقام المرعبه، ونقول ارقام تخوف، ان كل سببها طبعا بالدرجه الاولى مجلس اداره. لما نشوف لقائك بوجود مع نفس، انا اخلي هذا كل لقاء بجانب واقول الامور النفسيه، يقول لك الاداري انا اعطيك كل شيء برا الملعب وانت اعطني داخل الملعب. لما يقول نفس من افضل الدول في الامور النفسيه والراحه اللي خارج الملعب، فشيء طبيعي ان اللاعب لما انت تقدرني واشوف كل الامور يعني من النواحي النفسيه ان انا اكون مرتاح، طبيعي اللاعب بالنهايه هو النفسيه، عند اللياقه البدنيه، عند المهاره، عند كل شيء، ولكن اذا ما كان مرتاح نفسيا ما راح يعطيك في ارضيه الملعب. فالامور النفسيه اللي عملها مجلس اداره، اعتقد اللاعبين كلهم داشين دائما في تركيز عالي، والكل لم في بعض الحلقات السابقه قلت لك وجود اللاعب لم يلعب دقيقتين ثلاث دقائق يصير نجم بالدقيقتين ثلاث دقائق، ينتظر الفرصه لانه مع خيسوس واللاعبين الموجودين والاداء المرعب والمستوى الفني العالي جدا، كل واحد ينطر الدقيقه، ينطر الدقيقتين وثلاث دقائق عشان يثبت نفسه. انا اعتقد يعني بجانب جوده اللاعبين واحتراف مجلس الاداره والتعامل وشخصيه المدرب، بجانب محمد شلهوب وسعود كاريري اللي يعني، ولا ننسى دور مدرب اللياقه البدنيه اللي مستوى عالي جدا صراحه، ولما ياخذ الدوري بدون ولا خساره فقط ثلاث تعادلات، فارقام يعني اعجازيه. وانا اعتقد اي مدرب اخر بعد خيسوس سيعاني صراحه، لان ارقام تكسرت وحطمت في هذا الموسم.